لقاء آخر أرغم فريق الرجاء البيضاوي على العودة بنتيجة التعادل بهدف لمثله من ميدان فريق نادي بركان، وكان الفريق المضيف هو السباق إلى التسجيل في دقيقة 59 عن طريق عبد الهادي حلحول، قبل أن يفلح بعد ذلك المهاجم حمزة برزوق في تعديل النتيجة لفائدة فريق الرجاء. فريق الرجاء الذي ظل بذلك في المركز الرابع بمجموع 22 نقطة. إذن البطولة الوطنية الاحترافية ستتوقف الفترة ما بين 25 يناير القادم، وقبل ذلك نتابع النتائج الكاملة للجولة الرابعة.